بص، احنا عندنا محاضرة دلوقتي مع دكاترة بنتكلم على العلاج الغذائي للسيدات الحوامل والسيدات اللي بتطوغ في الانجاب واللي عندهم مشاكل. فاحنا بالصدفة بقى الاستاذ ابنك ده، كانت المحاضرة المفروض تبدأ 10 وبسببه بدأناها 10 ونص، عطلنا. تمام، سميته ايه؟ مصطفى جد مصطفى خلاص، طالما جده قال مصطفى يبقى مصطفى. تمام، وقلنا ان يعني بمناسبه المحاضره دي، فالاستاذ مصطفى حظه حلو لان ربنا اكرمنا وجه للدنيا بالسلامه بعد علاج غذائي مهم للام. انت عانيت معانا عشان نقنعها بالعلاج الغذائي الصح، صح. وكانت مشكلتها ايه؟ كانت مشكلتها ان هي كانت بتعك في الاكل ايوه، ولما ظبطنا الاكل، الميه حصل لها ايه جنب البيبي ووزن البيبي؟ بالظبط ظبط بعد ما كانوا زايدين زي قوي، دي. وبعد ما كان عندنا مشكله قبل كده ان بيحصل لنا ولاده مبكره وطلب مبكر وكنا مش عارفين السبب. تمام، ومن قبل ما نحمل قلنا مشكلتنا كانت ايه؟ النظام النظام الغذائي ومقاومه الانسولين اللي عندها، وهي اللي ادت الى الولاده المبكره في المره الاولى، صح؟ فعشان كده الدكاتره اللي معانا قلنا نعرفه مع الاستاذ مصطفى، وان فعليا لو قدرنا نعمل علاج غذائي مظبوط ممكن ربنا يكرمنا بانجاز زي الاستاذ الجميل ده، بعلاجات شويه علاجات سهله وبسيطه، بشرط ان الام تبقى ملتزمه معانا. يستاهل ان احنا نتاخر على المحاضره شويه، فما تزعلوش على التاخير، لان الاستاذ مصطفى بصراحه كان يستاهل اكتر من كده. وده تطبيق لان احنا بنقوله علشان نقدر نعرف ان المعلومات مهما كانت لو طبقناها صح هنقدر نستفيد منها كويس قوي. صح يا مصطفى؟ والدليل الاستاذ مصطفى اهو، يعني جاي لكم بيان عملي على المحاضره بتاعتكم النهارده. ربنا يبارك لك فيه ويحميه لك. تكشيره مامته بالظبط. ربنا يخليه لك ربنا ويفرحك يخليه بيه، لك الحمد لله على سلامته. واحنا مش زعلانين انه اخرنا، بالعكس احنا مبسوطين انه حضر معانا المحاضره. الحمد هو لله. كده دكتور من يوم اهو. ربنا يبارك لك فيه. كده طلعوا بقى طلعه الجمهور. بقى. تمام؟ طب عايز اسال حضرتك، اتفضل. مفيش مشكلة مفيش على الاختيار بقى، عايزين هنعمل لك اللي انت عايزه. متقلقش، حاضر، ماشي. شكرا. تحت أمرك. بالنسبة للشيء ده عم رحيم في الصندوق اللي فوق، ماشي إن شاء الله. ماشي في الباب يا بنتي؟ ففعليا يا جماعه عندها كانت حاله معانا، الحاله دي الهيستوري بتاعها اللي كان حصلها بري تيرم ليبر قبل كده اوف ان نون كوز، رغم ان السيرفكس عندها كان كومبلنت وكان كويس قوي. تمام، دكتور. هو الباور بوينت خلاص اتشير. كويس. احنا كده في الصفحة رقم 8. الحالة دي يا جماعة اللي هي والدة الأستاذ مصطفى اللي احنا لسه شايفينه ده، كان حصل لها بري تيرم ليبر الحمل اللي فات اوف ان نون كوز، والسيرفكس عندها كان كومبننت وكان ما عندهاش أي مشكلة تؤدي إلى البوي تيرم ليبر. ولدت في 10 ايام من الشهر السابع، والبيبي انكيوبيتد في حضانه حوالي 15 يوم، وللاسف لوست فقدته وما كانتش عارفه السبب. بعدين لما جت لنا فحصنا السيرفكس طبعا، وفحصنا اليوترين كافيتي عشان نطمن ان ما فيهوش اي كونجنتال انوماليز، بقينا السيرفكس كويس، اليوترس كويس، ما عندهاش اي بريدسبوزنج فاكتورز للبري تيرم ليبر. اوكي، فابتدينا نفكر في الحاجات الخلل الفسيولوجي عندها. فلقينا ان الام ديت بتعاني من مقاومه انسولين عاليه جدا نتيجه طبعا سوء تغذيه رهيب عندها وزياده في الوزن. ابتدينا نشتغل على الكلام ده ونظبطه، والحمد لله ظبطناه. الحمل حصل بسهوله جدا، وغير كده الحمل مشي كويس قوي قوي قوي، وولدنا النهارده من دقائق ولاده طبيعيه جدا. اوكي، والده كمان بين سليبر ولاده بدون الم منيحه جدا، وكمان ولدنا فول تيرم على 38 اسبوع ونص بسبونتينيوس كونتراكشن وسبونتينيوس نورمال فاجينال ديليفري. فالدايت ثيرابي يا جماعه وعلاج مقاومه الانسولين بالدايت ثيرابي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، وهتفرق معانا كتير. نرجع لموضوعنا، قلنا ان احنا عندنا الليبتين ليه ارتباط وثيق مع الانسولين. لما الليبتين يقل بيقلل معاه الانسولين، ولما الليبتين يزيد الانسولين بيزيد، والعكس، وكذلك كميه الاكل بتاعنا.
النكست نكست سلايد. لما نيجي نتكلم على الاستيويدز هرمونز اللي عندنا، الاديبوسيستومال سيلز ار ايفولفد ان انتر كونفرجن اوف ستيرويدز. فور اكزامبل 17 بيتا هيدروكسي ستيرويد اوكسي اوكسيدو ريدكتيز انزيم كونفرتز الاندروستيري نوديون از ادرينال اندروجين تو تستوستيرون والاستروجين تو استراديول. احنا عندنا الاستيرويدز بتلعب دور مهم قوي في تصنيع الاندروجينز والاستروجينز وتحويلهم الى تستوستيرون. السيتوكروم بي 450 ديبندنت اروماتيز ميديتس ذا كونفرجن اوف الاندروجينز الى استروجينز، وكل دول موجودين في الايه الاديبوس تيشو. اللوكال برودكشن اوف 6 ستيرويدز في النسيج الدهني may be an important determinant of fat distribution. الاستروجين استيمولييت الاديبوجينيسيس في البروسيس اند السبكوتينيوس تيشو، وايل الاندروجينز بروموت السنترال اوبيزيتي. يبقى احنا كمان الهرمونات دي غير ان ليها تاثير على انتاج الدهون، كمان ليها تاثير على توزيعها وبتشتغل لوكال لحد ما. الاوبيزيتي اند الانسولين ريزيستنس. ما هو الانسولين؟ الانسولين از ا كريتيكال ريجوليتور اوف فيرتشوالي اول اسبيكتس اوف الاديبوسايت بيولوجي. And the adipocytes are one of the most highly insulin responsive cell types. يبقى في علاقة وثيقة جدا بين الانسولين والاديبوز cell types، لأنها أكثر خلايا في الجسم بتحس وبتستجيب للانسولين. الانسولين promotes adipocytes triglycerides stores by a number of mechanisms. العامل الأساسي أو الهرمون الأساسي اللي بيحفز الاديبوس سيلز انها تعمل تخزين الدهون هو الايه الانسولين. رول اوف اوبيزيتي ان انفيرتيليتي اوتكم. الاوبيزيتي هاز ان ادفرس افكت اون ذا اوتكم اوف اسيستد كونسبشن. هاير دوزز اوف الجونادوتروفين ار ريكوايرد فور اوفيليشن ان اندكشن او سوبر اوفيليشن اند انكريزد ريسك اوف الاوفيريان هايبر ستيمولايشن سيندروم سبيشالي ان بي سي او بيشنتس. احنا عارفين طبعا الناس اللي من حضراتكم اللي بيشتغلوا اي في اف واكزي عارفين ان احنا من القواعد اللي بنحكم عليها الدوز بتاعت الجونادوتروفينز سن العيانه وحاله الموبايل والاوفيرن ريزيرف وكمان الوزن بتاعها، وعارفين ان كل ما الوزن زاد بنحتاج دوز اعلى من الجونادوتروفينز وبنحتاج جرعات اعلى وبالتالي بتعرضنا الى مضاعفات اكتر واحتمالات الاوفيرن هايبر ستيميليشن سندروم بتكون اعلى. تمام؟ طيب لو احنا قدرنا نتعامل مع الاوبيستي ديت ما احنا هنحتاج دوز اقل وهتبقى السايكل بتاعتنا اللي بنعملها بامان ايه؟ اكتر. اوكي؟ وبيبقى كمان الحالات ديت معوضه ل increased risk of early pregnancy loss, gestational diabetes and hypertensive disorders. كل مضاعفات حمل واو تحصل في السيدات والفيتال كومبليكيشنز زي الكاردياك سيبتال اند نيورال تيوب ديفكتس او اولسو مور لايكلي. عشان كده التعامل مع السمنه والتعامل مع الاوبيزيتي من الحاجات المهمه جدا. المانجمنت اوبشنز بقى بنعمل ايه للسمنه؟ اول حاجه الدايتري اند لايف ستايل تشينجز، نغير طبيعتنا الغذائيه واللايف ستايل بتاعنا. فارماكولوجيكال ايجنتس للويت لوس زي الاورليستات والحاجات اللي كلكم عارفينها، والبرياتريك سيرجري لابروسكوبيك ادجستبل جاستريك بان. البرياتريك سيرجري امبروفز دي التر ريبرودكتيف هرمونز بروفايل ان وومن. برياتريك سيرجري مي امبروف فيرتيليتي اوت كوم اند ريديوس ريسك اوف ميسكارج. البرياتريك سيرجري كان بي اسوشيتد ويز ا دروب ان انتي مولان هرمون ليفل بروبابلي ديو تو دراماتيك سيرجيكال ويت لوس. ديت برضه من النقط اللي احنا ناخد بالنا منها. الخيارات اللي قدامنا للتعامل مع الاوبيزيتي البرياتريك سيرجري، وده احنا بناخد فكره عنه لكن ده مش موضوعنا النهارده، والفارماكولوجيكال ايجنتس وده برضه مش موضوعنا النهارده لكن موضوعنا النهارده هيتركز على الدايتري اند اللايف ستايل تشينجز. اوكي، الحالات اللي بتعمل برياتريك سيرجري بقى لازم ناخد بالنا من شويه حاجات. ايه هي؟
اولا ان الويت لوس بتاعها ده زي ما هو ميزه، لكن كمان هيبقى فيه شويه عيوب. مي بي بور ابزوربشن للسبكوتينيوس اي بي اف دراجز بيكوز اوف السكين ريدندنسي. الحالات دي تتفقد سبكوتينيوس تيشو كتير قوي، فالادويه اللي هنديها يفضل ان هي تكون انترا ماسكولار روت، هتدينا نتائج افضل من السبكوتينيوس، لان السبكوتينيوس فات عندها بقى قليل جدا. Woman with recent bariatric surgery should wait من 12 ل 18 شهر قبل التراينج تو كونسيف. ليه؟ عشان نكون عوضنا الفيتامين ديفيشنسي اللي هتعاني منه، وكمان اتعودت على النظام الغذائي الجديد بتاعها. الانتي هو انتي مولان هرمون اند الانتي والفوليكل كاونت كان بي يوزد فور اسيسنج الاوفيان ريزيرف. may need to use the IVF medications via the intramuscular rather than the subcutaneous route والحاجات دي ناخد بالنا منها. احنا عايزين السلايد رقم 14. تمام. الايم اوف دايت ثيرابي ان انترو، ايه هو هدف بقى العلاج الغذائي؟ اولا ديكريز البادي ويت اند ديكريز البادي ماس اندكس باي ديكريزنج الفات بالك اوف ذا بادي، ان احنا نحرق جزء من الدهون دي. نمرة اتنين وده الاهم امبروفنج انسولين ريزيستنس اند هايبر انسولينيميا، نقلل مستوى الانسولين اللي طالع في الجسم ده بكميات كبيره. امبروفنج البي سي او سندروم بيشنتس ريسبونس فور اوفيليشن اندكشن. يبقى احنا لما نظبط الدايت سوبي في الحالات الانفرتايل هنستفيد ثلاث استفادات، بنقلل الفات بالك بتاع الجسم، وبنقلل الويت والبادي ماس اندكس. نمرة اثنين بنحسن الانسولين ريزيستنس، رقم ثلاثة بنحسن استجابة الحالات اللي هي عندها بي سي او للاوفيليشن اندكشن اللي احنا بنديه، وات ايفر كان اورال او انجكتابل او حتى ميكس بين الاورال والانجكشن. نيكست سلايد. سؤال مهم قوي بيسألهولي العيانين كتير، وهتتسألوا من الحالات لما تيجي تكلمها على الدايت السببي، لان يعني ايه سوري في الكلمه كده، العيان المصري للاسف بيستهفئوا، مش متخيل ان الدايت السببي ده حاجه مهمه جدا وهيفرق معاه جدا. هو عايز حقن وحاجات مكلفه ويتبهدل في التدويه وعلى الادويه وفي تكلفتها والشكشكه بالحقن، ومتوقع ان ده هيجيب النتيجه الاحسن، ومش متخيل ان نظامه الغذائي هيفرق جدا لو التزم بيه. فالعيان بتسالني دايت سوري كان ات ميكس ا ديفرنس، هو يا دكتور كامل انا فعلا لو عملت اللي انت بتقوله ده الوضع هيختلف؟ ما كل الناس بتاكل واصحابي كلهم بياكلوا، وانا صاحبتي بتاكل اكتر مني 10 مرات ومخلفه 6 عيال ومش عارف. وحملت على الوتيره ومش عارفه تبطل حمل، واحنا مش عارفين نوقفها عن الحمل رغم انها اكوله جدا وتخينه جدا ومختلفه عني خالص، اسوأ مني 100 مره. بنفهم العيان ان كل حاله ليها ظروفها، انا ممكن اكون بدخن 5 سجوات في اليوم ويجي لي سرطان وقع، واحد تاني بيدخن 2 سجاير في اليوم ولحد النهارده جسمه مستحمل وما حصلوش سرطان وقع. فاستجابه جسمنا للحاجات الغلط اللي بتحصل مختلفه من شخص للتاني، ومدى التاثير اللي بيحصل لنا بيختلف من شخص للتاني. وي ار نوت اول ذا سيم، مش كلنا زي بعض في التاثر بالحاجات اللي احنا بنتعرض لها. في ناس بتبقى اكثر عرضه للتاثر من غيرها. اوكي؟ فلازم نبقى فاهمين الكلام ده ونعرف نرد على العيان. ولما تيجي تقول لك هو النظام الغذائي هيفرق، قول لها ايوه وهيفرق جدا جدا جدا، وهنشوف الكلام ده ازاي. نيكست سلايد. It is known that good balanced fish diet is essential for human health including his fertility. ان الاكل الصحي المتوازن مهم جدا لصحتنا بما فيها الخصوبه. ويمكن حتى الرجاله اللي بنعمل لها سيمن اناليسيز ونلاقي عندها شويه ديكريز في الموتيليتي، شويه ديكريز في النمبر، بيجي الزوج يسالنا طب يا دكتور ده من ايه؟ اول حاجه بنقول له ايه؟ التغذيه. لو اتغذينا صح الفيرتيليتي بتاعتنا اول حاجه هتتحسن، ولو اتغذينا غلط الفيرتيليتي بتاعتنا اول حاجه هتتاثر. اوكي؟ بط as bad diet behavior became an essential
كوز ان ميني انفيرتيليتي بروبلمز سبيشالي بي سي اوز. العادات الغذاء الغلط هي السبب الاساسي في العديد من المشاكل المتعلقه بالخصوبه، خصوصا تكيس المبايض نتيجه مقاومه الانسولين اللي بتحصل في الحالات اللي متعوده على نظام غذائي غلط. The appropriate diet system may be an essential part of the treatment if we are considered to treat cause, not only to treat symptoms. يبقى احنا لو عايزين نعالج السبب مش نعالج الاعراض، يبقى لازم نبدا بالسبب اللي هو الدايت سوابي، ولو صلحنا السبب اللي هو الدايت سوابي كل اللي وراه هيتصلح. لكن لو سيبنا السبب وقعدنا نركز على العلاج الهرموني والمنشطات وما نلاقيش تبويض ونعلي جرعه المنشط وما يحصلش حمل ونقوم مزودين الجرعه اكتر وندي حقن تفجيريه و و و و و و و كل ده ايه؟ كل ده من غير ما اعالج الكوز هو ضياع وقت وضياع مجهود لمثل هذه الحالات. نيكست سلايد. خلينا متفقين ان البي سي او سندروم از ا ميتابوليك ديس اوردر. البي سي او از ايه؟ ميتابوليك. ميتابوليك ديس اوردر يعني متعلق بالنظام الغذائي ذات افكتس من 5 ل 7.5% اوف اول وومن. احنا في عيادتنا بنقول ال 90% من الستات اللي عندها تاخر الحمل انت عندك بي سي او، وده اوفر اسسمنت، فلازم نستخدم المصطلح ده في الحالات بس اللي عندها بي سي او. It is number one cause of infertility. سبب رقم واحد في حالات تأخر الحمل. And if left untreated، لو تسبب بدون علاج can increase risk of endometrial cancer, heart disease and diabetes. طب الحالات دي هتحصل ليه؟ نتيجة الهرمونال imbalance اللي هيحصل واللي changes اللي هتحصل في البادي هيلث والانسولين بتاع الحالات دي. Next slide. رول اوف انسولين ان بي سي او سندروم. الانسولين از ا باورفول هرمون ذات از ريليزد ان ريسبونس تو ايتينج فود سبيشالي كاربوهيدراتس. يبقى الانسولين بيطلع لما بناكل اي نوع من الاكل، لكن بيطلع اكتر في الكاربوهيدراتس. Many women with BCO syndrome have insulin resistance. عندهم insulin resistance. The pancreas must secrete more and more insulin to get sugar out of the blood and get into the cells. High levels of insulin or hyperinsulinemia can cause any or all of the following conditions: polycystic ovaries, weight gain, and or difficulty in losing weight, increase risk of heart disease, and increase risk of diabetes by up to 40% by age of 40 years. يعني ايه كلمة insulin resistance يا جماعة؟ أو يعني ايه كلمة مقاومة insulin؟ مقاومة insulin معناها إن البنكرياس بتاعنا علشان يظبط سكرنا في الدم بيحتاج يفرز كمية insulin أكتر من الطبيعي في الأفراد اللي ما عندهمش مقاومة insulin. أوكي؟ يبقى ده لما البنكرياس يطلع انسولين اكتر من الطبيعي، ده معناه ان احنا عندنا هايبر انسولينيميا، ان الجسم ده مقاوم للاستجابه فبنحتاج انسولين اكتر. طيب الناس اللي عندها هايبر انسولينيميا، انا لو عملت لها تحليل سكر هلاقي سكرها مظبوط ولا عالي؟ اغلبهم هلاقي سكرها مظبوط. فمش معنى ان العيان عنده الجلوكوز ليفل في البلد سواء الصايم او الفاطر او الاثنين او حتى منحنى السكر او العشوائي، اوكي، نلاقيه مظبوط، ان العيانه ديت ما عندهاش مقاومه انسولين. احنا بنشوف السكر المظبوط ده مظبوط على انسولين قد ايه. فلو سمحت اعمل للعيان تحليل الهوم اي ار او الانسولين الصايم والسكر الصايم، وبنضربهم في بعض وبنقسمهم على الايكويشن او المعامل بتاعهم اللي هو 402 ونشوف هيدينا كام. النورمال لحد 2، وفي ناس بتقول لحد 2.5، اعلى من كده يبقى العيان عنده انسولين ريزيستنس. يبقى انا لو لقيت نسبه الانسولين عاليه حتى لو السكر مظبوط، يبقى ده عيان عنده مقاومه ايه؟ انسولين. اوكي؟ نيكست سلايد. هتجي لك حالات عندها تأخر حمل، وزنها زايد، الدكاترة اللي قبلك
نصحوها تخسس لكن ما قالهاش تخسس ازاي. فواحد له دكتور تغذيه عمل لها نظام غذائي ينزل وزنها بسرعه جدا ويخليها تحرق جدا دهون عن طريق ايه؟ ان انا امنعها تماما من اكل الدهون او اقلل اكل الدهون قوي، فاقلل كميه الكالوريز اللي بتدخل جسمها، فبالتالي اساعد العيانه تحرق. والعيانه دي تحرق، وزنها يقل، الدهون في جسمها تقل، طب اتحسنت كفيرتيليتي؟ لا. البي سي او اتحسن؟ لا. الدوره انتظمت؟ لا. ابتدى يحصل اوفيليشن؟ لا. الهرشوتيزم اللي عندها اتغير؟ لا. ولا حاجه عندها اتغيرت. ليه؟ لان احنا مشينا على نظام غذائي غلط. عشان كده بنسال واي نوت ذا تيبيكال لو فات ويت لوس دايت ورك، النظام الغذائي اللي معتمد على اللو فات ليه ما بيجيبش نتيجه؟ اوكي؟ تعالوا نشوف المشكله فين. ابروكسيمتلي 50 ل 60% اوف وومن ويز بي سي او سيندروم او اوبيس، لكن مش كلهم. اوكي؟ ذا ستاندرد لو فات هاي كربوهيدريت ويت لوس دايت ويتش از كومنلي يوزد ان دايت بروجرامز مي نوت بي ذا بيست ابروتش فور وومن ويز بي سي او، لان احنا مشكلتنا زي ما قلنا في اول المحاضره، الناس اللي مركزه معانا مشكلتنا مش في الدهون، مشكلتنا في مصدرها. علشان كده الأعشى كان بيمدح في الست التخينة زمان وكان بيقول إيه؟ تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الواحد، وده كان مبسوط منها جدا. والست ده كانت بتخلف وبتنجب ليه راجل قديم زمان بالعشر عيال، ما كانش عندها أبدا انفرتيلتي ولا تأخر حمل. ليه؟ لأن مصدر الدهون دي كان غذاء سليم، غذاء سليم. كان المصدر ده جاي منين؟ من الدهون واللحوم والبروتينات. تمام. اما السيدات اللي عندها مشكله السمنه اللي بتؤدي الى تاخر الحمل اللي احنا بنتكلم عنها، هنلاقي اغلبهم ان الدهون اللي في جسمهم ومصدرها جه منين؟ من الكربوهيدرات وليس من الدهون. طب انا لما اجي اعالجها وانزل وزنها احرم جسمها وامنع جسمها من الدهون، ولا احرم جسمها من الكربوهيدرات اللي هي كانت السبب في المشكله؟ لو انا سبت العيانه دي تاكل كربوهيدرات اللي هي سبب في المشكله وقللت الدهون اللي هي ملهاش علاقه بمشكلتها، فانا ما عملتش حاجه وبعالج غلط. انا بعالج حاجه تانية خالص، انا بقلل الوزن على الميزان لكن ما قللتش المشكله اللي عندها، ولا عالجتها بشكل فعلي، ولا ساعدتها تستعيد لياقتها الهرمونيه وسلامتها الهرمونيه. الهاي انتيكس اوف كربوهيدرات especially we find the carbohydrates will quickly turn to sugar and cause elevated levels of insulin، لان الكربوهيدرات ديت بتعلي الليفل بتاع الانسولين اكتر بكتير من الدهون والبروتين. واحنا مشكلتنا الاساسيه هي الانسولين. هي الانسولين اللي بيتفرز ان ريسبونس تو الاكل اللي بناكله. طب الانسولين هيعلى اكتر لما اكل دهون ولا لما اكل كربوهيدرات؟ هيعلى اكتر لما اكل كربوهيدرات. طب انا هدفي ان يحصل لي ويت لوس ولا هدفي ان الانسولين ليفل ينزل؟ انا هدفي الاثنين، بس مهم قوي ان الانسولين ليفل ينزل. طب عشان ينزل بستخدم الاكلات اللي ما بتعليش الانسولين. طب الاكلات اللي بتعلي الانسولين زي الكربوهيدرات لازم ابعد عنها والا ابقى ما عملتش حاجه. طيب يعني كده احنا مش هناكل كربوهيدرات. نيكست سلايد. يعني احنا كده مش هناكل كربوهيدرات، لا هناكل. طب هو احنا اصلا المفروض ناكل كربوهيدرات قد ايه؟ المفروض في الهرم الغذائي الاساسي بتاعنا ان يكون من 50 ل 55% من الكالوريز اللي بتدخل جسمنا جايه من الكربوهيدرات. تمام؟ طيب النظام الغذائي الغلط بنلاقي ان اكتر من 70% من الكالوريز داخله من الكربوهيدرات، وخصوصا الهاي جلايسيميك اندكس فودز، ودي كارثه. تمام؟ نيكست سلايد. احد رواد علم الدايت السوري في حالات الانفلاسيون
سبيشالتي هو الدكتور والتر فوتا ويت، اللي قال لنا كلام مهم جدا. دكتور والتر فوتا ويت سجست ذا نون اوبيز وومن اللي مش تخين ما عندهمش سمنه وعندهم بي سي او سندروم هو جيت ريجولار بيريودز عندهم الدوره منتظمه ايت ا بالانسد دايت مودريت نون اكسسيف انتيك اوف كربوهيدريتس ابروكسيميتلي 50% من الكالوريز، 50% من الكالوريز تكون من الكربوهيدريتس اند سيلكت كومبلكس ان ريفايند كربوهيدريتس اوفر ريفايند كربوهيدريتس. يبقى بنستخدم النشويات المعقده اللي هي المعقده اللي هي البطيئه في الهضم واللي ما بتعليش الانسولين قوي اكتر من الريفايند اللي هي سهله في الهضم وسريعه الامتصاص. يبقى الناس اللي عندها مايل تو مودريت بي سي او ومش سمان وعندهم ريجولار منسز وحالتهم بسيطه انا ممكن اعمل لهم نظام غذائي بسيط بدل ما هي بتاخد 55% يبقى 50% بس من الكالوريز بتاعتها من الكربوهيدرات، نص اكلها كربوهيدرات بشرط ان الكربوهيدرات ذات ما تكونش هاي جلايسيميك اندكس فود، تكون لو جلايسيميك اندكس فود هيكون بالنسبه لها اناف جدا وهيحسن النظام الغذائي عندها. اون ذا اذر هاند اوبيز انسولين ريزيستنت وومن شود كونسيوم ا دايت ذات از 40% كربوهيدرات او ليس، دي لازم اقلل لها الكربوهيدرات ليفل اللي بيدخل جسمها يكون اقل من 40%. ديبيندينج ايفن ذا ديجري اوف انسولين ريزيستنس، ولو الديجري ديت عاليه بنقلل عن كده كمان. والكلام ده مهم جدا. يبقى التحكم في كميه الكربوهيدرات اللي بتدخل جسم العيانه هو ده المفتاح السحري للسيطره على الموضوع. نيكست. نيكست سلايد. طيب انا دكتور كامل لما اقول للعيانه 50% و55% و40% والنسب دي العيانه مش شايفه بحاجه وهتقوم من عندي تنزل تاكل بيتزا واتنين جيلاتي وايس كريم وتروح البيت تنام زي الفل وخلاص كل سنه وانت طيب ومش هنشوف حمل، اسهلها لها ازاي؟ دورك كدكتور نساء يا اما هتوديها لدكتور تغذيه فاهم علاج البي سي او بالدايت او تعمله انت. طب ايهما افضل؟ اعمله انت، ما تعتمدش على حد. ازاي نقدر نحسب الكالوريك نيدز بتاعت العيانه؟ Since the majority of women with BCO syndrome are overweight, in order to lose weight, you must stay within your calorie goal. Next slide. طيب for weight maintenance عشان احافظ على وزني ما يزيدش multiply your current weight اضرب وزنك in pounds او بالاوقيه by an activity factor between من 10 ل 20. تمام، لو انت سنك صغير وبتتحرك كتير بنحط activity factor 20. طب لو انت متوسط الحركه ومتوسط النشاط بنحط مودريتلي اكتف بنحط فاكتور 15، ولو انت ما بتتحركش خالص زي حالتنا كده دكتور لسه قاعد طول النهار على العياده قاعد على المكتب بتتحرك من المكتب للصناعه وترجع تنهج، ولو وقفت نص ساعه في ولاده طبيعي او قيصري تقعد ترتاح ساعتين يبقى هنحط الاكتيفيتي فاكتور بتاعك 10 ونبقى مجاملينك كمان. اوكي، يبقى انا عشان اعرف انا جسمي محتاج كالوريز قد ايه في اليوم بضرب الوزن بتاعي بالاوقيه، الاوقيه ديت حوالي يعني اقل من نص كيلو حاجه صغيره بضربها في الاكتيفيتي فاكتور المناسب ليا، يا اما 10 يا اما 15 يا اما 20، اعرف انا محتاج كالوريز قد ايه في اليوم عشان اثبت وزني. طب انا عايز اخسر، هخسر ازاي؟ اولا بحسب انا جسمي يمشي بقد ايه كالوريز في اليوم اللي محتاجه عشان ما ازيدش، انا جسمي محتاج كالوريز قد ايه في اليوم، وبعدين بحدد انا محتاج جسمي ينزل قد ايه في الاسبوع وببدا اطرح ده من الكالوريز بتاعت اليوم بتاعت المينتنانس واحسب الاكل عليه. يبقى انا بعد ما احسب الكالوريز اللي جسمي محتاجها لثبات الوزن والحفاظ على الوزن ببدا احسب هقلل منها قد ايه عشان اعرف الانتاج بتاعي هيكون قد ايه. طيب
عشان اخسر 1 باوند او 450 جرام وقية واحدة او 450 جرام في الاسبوع، هطرح 500 من المينتنس كالوريك ليفل بتاعي كل يوم. طيب عشان اخسر 2 باوندز او 900 جرام في الاسبوع، بطرح 1000 كالوري من المينتنس ليفل بتاعي كل يوم. يعني ايه؟ ندي مثال. لو عندنا شخص عنده 30 سنه، تمام، ست عندها 30 سنه، طولها 160 سم، وزنها 165 باوند او 64 وربع كيلو، بتتحرك وبتعمل اكسرسايز 3 مرات في الاسبوع، وكل مره 45 دقيقه، هنعمل ايه؟ دي تبقى متوسطه النشاط. فاحنا هنضرب الوزن بتاعها بالباوند اللي هو 165 في الاكتيفيتي فاكتور، هنقول ده معدل النشاط بتاعها 15 يعني متوسط، فهيدينا 2475 كالوري كل يوم. يبقى الست دي عشان تحافظ على وزنها كده 74 ونص، لا تزيد ولا تقل، الست دي المفروض تاخد يوميا على معدل النشاط بتاعها 2475 كالوري كل يوم. طيب انا عايزها تنزل 500، اسف، عايزها تنزل باوند او 450 جرام او تقريبا نص كيلو كل اسبوع، يبقى هطرح من 2475 دول كام؟ هطرح منهم 500 كالوري، يبقى الست دي هديها في اليوم 1975 كالوري. لو مشت عليهم لمده اسبوع لازم هتنزل نص كيلو. طب لو انا عايزها في اخر الاسبوع تنزل كيلو او 2 باوندز او 900 جرام، يبقى هنطرح 1000 من ال 2475، هيبقى لنا 1475 كالوري في اليوم. تمام؟ يبقى انا كده عندي نظامين حسب الهدف اللي انا عايز اوصل له. انا عايز في النهايه اوصل انها هتخس باوند واحده ولا 2 باوند، و450 جرام ولا 900 جرام. طيب ايه النصائح الغذائيه اللي احنا نديها للناس دي؟ عرفنا كده انا هحسب لها الكالوريز بتاعتها ازاي. طب يا دكتور احنا ما بنوزنش بالباوند، بنوزن بالكيلو. حضرتك اوزن بالكيلو وبعد كده اضربه في 2.1، هيطلع لك الوزن بالباوند. تمام؟ يعني اللي وزنه 50 كيلو، 50 كيلو هتضربه في 2.1، هيطلع تقريبا 105 باوند او 105 ايه اوكي. اوكي، هتضربه في الاكتيفيتي فاكتور او معدل النشاط بتاعه حسب معدل نشاطه. لو دكتور نسا هنضربه في معدل النشاط 10، لو دكتور امتياز هنضربه في 20، لو نايب هنضربه في، لو نايب جينيو هنضربه في 20 برضه، لو نايب سينيو هنضربه في 15، عشان هو في سنه بيبداوا ايه، يبدا بقى يتقل كده ويفخد ويقعد على الكرسي ويشغل الجناير، وهو يقعد ايه يديه بس. اوكي، طيب ايه النصائح الغذائيه اللي احنا هنديها للحالات دي؟ نيكست، سوري، نيكست سلايد. نيكست سلايد. ده المثال اللي احنا لسه قايلينه. اولا مهما كانت الحاله اللي معاك صعبه وتخينه ومستعجله على النتائج، اوعى تقلل الكالوريز اللي هتاخدها في اليوم عن 1200 كالوري. يبقى العيال او الحاله لازم تاخد 1200 كالوري او اكتر في الدايت صعب اللي انت هتحطه. يبقى النموذج اللي احنا قلناه ده، لو انا فكرت ان انا اقلل لها 3 باونس في الاسبوع، تخسر حوالي 1400 جرام في الاسبوع، فده معناه ان انا هقلل لها 1500 كالوري من الكالوريز اللي بتاخدها او المينتنس بتاعها، فده معناه ان الكالوريز اللي هتاخدها بي ودي هتكون حوالي 900. ده غلط. ليه غلط؟ لان حضرتك اولا هيبقى ده غير كافي ليها غذائيا، نمرة اتنين هيقلل لنا الميتابوليزم وهيعمل سلو للميتابوليزم وهيقلل لنا الحرق. يبقى لازم الكالوريز تكون اكتر من 1200، ودي نقطة مهمة جدا ما تغلطهاش. تمام؟ از اسمي سلو الميتابوليزم، از والاز بي نيوتريشنالي ان ادكويت.
دونت ايت كربوهيدريت باي ذيم سيلف، ما تاكلش النشويات والكربوهيدرات بنفسها، انستيد كومباين ذيم ويز بروتين او فات عشان تقلل معدل الابزوربشن بتاعها، واعمل كنترول على الانسولين اللي هيتفرز مع الكربوهيدرات ديت. يبقى ما احطلوش في وجبه رغيف عيش، تمام؟ لا، انا حضرتك هديله مثلا في اليوم 40 او 50 جرام كربوهيدرات، قسمه على وجبتين او ثلاثه، وحط معاه هاي كونتنت بروتين او شويه فات عشان الكربوهيدرات ديت لما تيجي تتهضم ويحصل لها ابزوربشن يبقى سلو ابزوربشن، وبالتالي الجلوكوز ليفل اللي هيعلى في البلد يكون بطيء وريجولار، وبالتالي الانسولين ليفل اللي هيتفرز قصادها يكون قليل. Try to select lower glycemic index foods as they will cause a slower rise in blood sugar وslower rise in blood insulin. The glycemic index is an indicator of how rapidly the food turns to sugar in the blood. The glycemic index ده اللي بيحدد ان الاكل ده او الكربوهيدرات دي هيتحول لجلوكوز في البلد بسرعه قد ايه. لو جينا نتكلم على المشروبات مثلا العصاير او البيبسي، دي هتتحول الى جلوكوز ليفل في البلد خلال قد ايه؟ 20 دقيقه. طب المخبوزات اللي بدي زيرو زي الكرواسون، زي البيتزا، زي العيش الفينو، الحاجات ديت كلها هتتحول الى بلاد جلوكوز خلال قد ايه؟ من 20 ل 40 دقيقه، بسرعه جدا. طب لو جينا نتكلم على حاجه بقى زي العيش الاسمر اللي معمول من الحبه الكامله اللي مليان رده ومليان فايبرز، هيتحول لجلوكوز ليفل خلال قد ايه؟ من ساعتين لاربعه. طب البطاطس خصوصا لو مقليه، لو فيها زيت او دهون، هتتهضم قد ايه؟ من ساعتين لاربعه ويمكن اكتر، تمام؟ وكذلك النشويات الايه المعقده. فاحنا بنختار الكربوهيدرات اللي هنسمح للعين ياكلها انها تكون من الهاي جلايسيميك، اسف، من اللو جلايسيميك اندكس فودز وليس من الهاي جلايسيميك اندكس فودز. نيكست سلايد. ثالث حاجه تاخد بالك منها، ما تبالغش في تخفيض جرعه الاكل. دونت تيك يور كربوهيدريت ليفل سو لو ذات يو انديوس كيتوزيس. لازم العيان ده عشان ما دخلوش في ستارفيشن كيتوزيس ياخد كل يوم على الاقل 40 جرام كربوهيدريت، لان اقل من 40 جرام كربوهيدريت ممكن تدخل العيان ده في ايه؟ في كيتوزيس، وندخل في مشاكل تانيه. اوكي، يبقى المحتوى الكربوهيدريت بتاعنا لازم يكون اعلى من 40 جرام، والتوتال كالوريز لازم تكون اعلى من 1200 جرام عشان ما تاذيش الشخص اللي انت بتنظم له الغذاء بتاعه. سبيس الكربوهيدريت او ديونج زادي، يعني ما تاخدهاش كلها في وجبه واحده، قسمها على طول اليوم. This will cause less نقول تاني. بنقسم الكربوهيدرات على مدار اليوم على ثلاث وجبات، ما بناخدهاش في وجبه واحده لان ده بيقلل معدل ارتفاع الايه؟ السكر في الدم. Avoid those carbohydrates that trigger more hunger or كارفنج. في بعض الناس لما بتاكل انواع معينه من المخبوزات او النشويات بتفتح شهيتها وتخليها تاكل اكتر، تمام؟ زي مثلا الباستا او المكرونات تريجرز الكريفنج ان سام بيبول، تمام؟ فتشوف ايه اللي بيفتح نفسك وبيخليك شاهي للاكل وما تاكلوش وابعد عنه. يبقى نقول تاني، النصائح الغذائيه وانا ببني نظام غذائي لاي حاله عندها انسولين ريزيستنس او بي سي او او انفيرتيليتي، ان انا لازم بحسب لها المينتنس كالوريز اللي محتاجاها كل يوم، وبعمل لها خطه انا محتاجها تخس قد ايه في الاسبوع، واطرح الكالوريز دي من احتياجاتها اليوميه بالشروط الاتيه: ان الكالوريز اليوميه تكون اعلى من 1200، الكربوهيدرات تكون اكتر من 40 جرام، ان انا استخدم الكربوهيدرات اللي ليها لو جلايسيميك اندكس فودز وليس العكس، ان انا اخلط دايما الكربوهيدرات بتاعتي في وجبه فيها بروتين كونتنت عالي او فات كونتنت عالي عشان اقلل الابزوربشن بتاعها،
ان انا اقسم المحتوى البروتيني بتاعي، المحتوى اسف الكربوهيدرات بتاعي على وجبتين او ثلاثه، ما يبقاش متركز في وجبه واحده، تمام، عشان اقلل سرعه الامتصاص بتاعته قدر المستطاع. رقم اربعه، اتفادى النشويات والسكريات اللي بتحسن شهيه الحاله وتخليها تاكل اكتر. نيكست سلايد. suggested عفوا فيتامين مينرال سبلمنتس. العينه ديت لازم ننبهها ان هي تاخد فيتامينز، لازم تاخد كالسيوم من 1000 ل 1500 مللي جرام بير داي. ليه؟ علشان نقلل شويه التاثر اللي هيحصل لما بتقلل كميه الاكل اللي بتاكلها. Drink at least 8 cups، 8 كوبايات او 2 لتر of non-caffeinated fluid for heart health. عشان صحة القلب لازم نقلل الأكل اللي فيه saturated fats، وبنختار المونو unsaturated fats زي الأوليف أويل، زيت الزيتون والنطس، المكسرات والأوميجا 3 fats زي اللي موجودة في الفيش، الأسماك والسلمون وهكذا. والإكسرسايز مهم جدا لأنه بيزود قوي معدل الحرق، بيزود قوي معدل خساره الوزن والدهون، وكمان بيقلل قوي الانسولين ريزيستنس. تمام؟ البينفيتس اوف ايروبيك اكسرسايز. نيكست سلايد. ليه لازم ننصح بالاكسرسايز؟ بيرنز كالوريز اند ايدز ان ويت كنترول، بنحرق سعرات اكتر، لوورز البلاد بريشر، بيحسن الضغط عندنا، ويزس الهاي دنسيتي لايبوبروتين كوليسترول، وماي امبروف انسولين ريزيستنس، ذيس از بروفن ان تايب 2 دايابيتس. نيكست سلايد. فور ذوز وومن هو ار انترستد ان كاونتنج جرامز اوف كربوهيدريتس، الستات بقى اللي عايزه تحسب هاخد قد ايه كربوهيدريتس بالظبط في اليوم عشان يبقى الحسبه مظبوطه. suggested carbohydrates intake calculate your caloric needs whether it to maintain or to lose weight multiply your caloric needs by 0.4 this will be arrived that is 40% carbohydrate and then divide by 4 carbohydrate has 4 calories per gram. تمام. For example, if your caloric needs to lose 1.5 pounds a week is 1425, then multiply that number by 0.4 and divide by 4. يبقى احنا محتاجين divide by 4 142 جرام of carbohydrates per day. يعني ايه الكلام ده؟ نقوله بطريقه سهله شويه عشان الحسبه دي هتلخبطكم. تمام؟ احنا عندنا نقطتين يا جماعه لازم نبقى فاهمينهم. اولا احنا اتفقنا ان انا عشان اخسر وزني فانا محتاج ان نظامي الغذائي يكون 40% منه ماكسيمم من الكربوهيدرات، 40% من الايه؟ من الكربوهيدرات. طيب ومحتاج الكالوريز اللي تدخل جسمي تبقى اقل من المينتنس بكميه معينه. تمام؟ طيب انا ازاي هحسب الكالوريز دي اللي انا هاخدها، اعرف هحققها ازاي من كام جرام كربوهيدرات؟ هتتعمل ازاي؟ هنقول احنا عندنا كل جرام كربوهيدرات بيدينا 4 كالوري. اوكي؟ كل جرام كربوهيدرات بيدينا ايه؟ 4 كالوري، دي نقطة مهمة جدا. وقلنا ان كل الكالوريز اللي هناخدها احنا عايزين 40% منها تدينا ايه؟ كربوهيدرات. خلاصة الحسبة دي، احسب الكالوريز اللي انت محتاجها في اليوم. يعني لو مثلا حالة حسبنا الكالوريز انتيك اللي المفروض تاخدها عشان تخس في الاسبوع حوالي 700 جرام، لقينا ان هي محتاجة 1425 كالوري. هتاخد كل يوم 1425 كالوري، نديها قد ايه كربوهيدرات؟ قال لك اقسم ده على 10، لما اقسمه على 10 يطلع كام؟ 142 جرام كربوهيدرات. 142 جرام ايه؟ كربوهيدرات. يبقى انا بحسب الكالوريز اللي انا محتاجها في اليوم عشان احقق الهدف الغذائي بتاعي،
اقسمه على 10 يديني كميه الكربوهيدرات الماكسيمم اللي المفروض العيان ياخدها. طيب انا لقيت الكميه دي كبيره قوي عن السيفتي مارجن بتاعي اللي هو 40، وانا عايز احقق نتيجه اسرع، اقللها شويه. قلل الكربوهيدرات شويه لكن ما تقللش الكالوريز. يعني ايه اقلل الكربوهيدرات بس ما اقللش الكالوريز؟ يعني بدل ما ادي العيان 142 جرام كربوهيدرات في اليوم عشان يدوني 40% من الكالوريز بتوع ال 1400، انا ممكن اديها 100 او 120 جرام كربوهيدرات وازود في الكالوريز اللي هتاخدها من الدهون او من البروتين من حاجه تانيه. يبقى انا كده هاخد نفس الكالوريز بكربوهيدرات اقل. تمام. طيب بعد ما حسبنا الكاونت التوتال جرامز اوف كربوهيدرات، كاونت الافكتيف جرامز اوف كربوهيدرات سبستراكت الجرامز اوف فايبرز ان فود فروم ذا توتال كربوهيدرات كونتنت، فور اكزامبل 6 هول ويت كويكس مايت هاف 15 جرام اوف توتال كربوهيدرات اند 3 جرام اوف فايبر. علشان نحسب الكربوهيدرات بدقه قال لك مش كل الاكل اللي انت بتاكله كربوهيدرات هو كربوهيدرات صافي. نيكست سلايد يا جماعه. احنا بنطرح الكربوهيدرات من الخليط بتاعها والفايبرز اللي فيها عشان يطلع لي عدد جرامات الكربوهيدرات بالظبط. فبنحسب الكربوهيدرات الافكتيف اللي المفروض العيان ايه ياخدها. يبقى نقول تاني، انا عشان اعمل للعيانه نظام غذائي، لو عندي عيانه وزنها مثلا 100 كيلو، اوكي، والعيانه ديت ما بتتحركش خالص وملهاش اي نشاط خالص، العيانه ديت 100 كيلو، هنحول الوزن ده الى باوندز الى اوقيات، هنضربها في 2.1، يبقى العيانه ديت عندها 210 باوند، وزنها 210 باوند، هنضربه في اكتيفيتي فاكتور معدل النشاط بتاعها في كام؟ في 10 لانه قليل، يبقى العيانه ديت محتاجه جسمها ده محتاج في اليوم 2100 باوند علشان يفضل بنفس وزنه ما يزيدش. ده اسمه المينتنس كالوريز، تمام، او المينتنس كالوريك نيدز اللي هي محتاجاه علشان الجسم ده لا يخس ولا يزيد، يبقى في حاله الثبات. طيب انا عايز الجسم ده يقل، هيقل قد ايه؟ انا عايز الجسم ده يقل 1 باوند بالويك او 450 جرام بالويك، يبقى ال 2100 باوند دول انا عايزهم يقلوا 500 كالوري، ال 2100 كالوري عايزينهم يقلوا 500 كالوري في اليوم، يبقى العينه دي انا هسمح لها تاخد في اليوم كام؟ 1600 كالوري. يبقى انا كده وصلت حسبت للعينه دي ان انا هديها كل يوم 1600 كالوري علشان تاخد ال 10 اديناها 10 اكتيفيتي فاكتور لانها كسوله شويه ومش نشيطه، فقلنا العيانه ديت حسب نشاطها المتواضع محتاجه 2100 كالوري في اليوم عشان يبقى وزنها ثابت لا تزيد ولا تقل. طيب انا عايز الوزن ده يقل في الاسبوع 1 باوند او 450 جرام، يبقى هطرح من المينتنس بتاعها اللي هم ال 2100 كالوري دول 500 كالوري بير داي، يبقى العيانه ديت انا هديها كل يوم 1600 كالوري. ال 1600 كالوري دول بقى هنحولهم لجرامات اكل ازاي؟ قال لك هيبقى فيهم 160 جرام كربوهيدرات، هنقسمهم على الثلاث وجبات، يبقى في كل وجبه من 50 ل 55 جرام كربوهيدرات تقريبا علشان نجمع في اخر اليوم 160 جرام كربوهيدرات. طب وباقي الكالوريز بتاعتها هناخدها منين؟ من البروتينز ومن الفايبرز ومن شويه فات ما يزيدوش عن 10 ل 20%. تمام، ده كده ملخص ازاي نحسب النظام الغذائي بتاع الايه الحاله. اوكي، سلايد نمبر 31 31. The following is a meal plan، دي خطة غذائية لعيانة محتاجة 1200 كالوري في اليوم. ال 1200 كالوري دول
هناخد منهم حوالي 118 او 120 جرام افكتيف، جرام اوف كربوهيدراتس، تمام؟ يبقى العيانه اللي هتمشي على 1200 كالوري بيوديه ممكن نديها كربوهيدراتس لحد كام؟ 10% من الرقم ده بالجرامات كربوهيدرات، يعني 120 جرام كربوهيدرات. البريك فاست ممكن نديها 1 اوز او اوقيه من الاوت ميل او دقيق الشوفان، وهاف كاب كوتيج تشيز، وهاف كاب بلو بيري 8 جرام، 200 كالوريز وفيهم 25 جرام كربوهيدرات. طيب الغداء بتاعها جريلد تشيكن، 2 كابس جرينز، 1 كاب اسورتد فيجيتابلز ابروكسيميتلي فيهم 5 جرام كربوهيدرات، وهاف كيدني بينز او لوبيا، 1 ابل فيها 18 جرام كربوهيدرات، و2 معلقتين اوليف اويل، وانليمتد وين فينجر حسب الرغبه. التوتال 490 كالوري وفيهم 37 جرام كربوهيدرات. السناك ممكن تاخد 1 اوز او اوقيه من اللوفات موتزاريلا ستيك، و6 فين كريسب كويكس اللي هما الشرايح بتاع المخبوزات بس من الحبه الكامله، فيهم 22 جرام كربوهيدرات. التوتال 180 كالوري وفيهم 23 جرام كربوهيدرات. الدينر او العشاء ممكن تتعشى بوشد سلمون، طبعا الحاجات دي يعني نظام غذائي مكلف، وهاف كاب سبانيش سبانخ، وشويه سلطه، وزيت زيتون، ورز بني 20 جرام، والتوتال بتاع الوجبه ديت 485 كالوري وفيها 27 جرام كربوهيدرات. وهنجمع في الثلاث وجبات دول في الاخر وهنلاقي ال 1200 كالوري اللي احنا اتكلمنا فيهم ومعاهم 118 او 120 جرام كربوهيدرات. طيب احنا في العيادات انا هعمل العيان نظام غذائي ده والعيان هيجيب سلمون وسبانخ ويوزن بالجرام و و و و تمام، ريكونكشن يا جماعه. اه تمام، الصوت واضح. طيب اوكي عشان نسهل الدنيا، انا دلوقتي جاي لعيانه انا هعمل معاها ايه علشان اقدر اساعدها بنظام سهل. اولا مهم جدا تشخص هي انسولين ريزيستنس ولا لا بتحليل الفاستنج انسولين والفاستنج بلاد شوجر وتضربهم في بعض وتشوف معدلهم قد ايه. لو حاصل ضرب الانسولين فاستنج في الفاستنج بلاد شوجر اعلى من 804 يبقى العينه ديت عندها انسولين ريزيستنس وتحطها في البروجرام الغذائي. نمره اتنين بعد ما تشخص هنعمل ايه؟ اولا تمنعها تماما من الهاي جلايسيميك اندكس فودز، تنسى خالص اي حاجه تحتوي على السكر وتحتوي على الدقيق زيرو نهائي ولا بكميات قليله، لان طول ما هي بتاكل الحاجات ديت حتى لو بكميات قليله طول ما البلاد جلوكوز بتاعها هيعلى بسرعه طول ما الانسولين هيستفز ويتفرز بسرعه فلازم نقلله.
طيب الخطوه الثالثه بشوف وزن الحاله ديت كام، اوكي، والوزن ده نضربه في 2.1 عشان احسبه بالاوقيه، او بالخلاصه كده اغلب السيدات عندنا في مصر واغلب حالات تاخر الحمل ما بيتحركوش كتير، يا دوب على قد شغل البيت، بتنزل تجيب حاجتها من السوبر ماركت مره او اتنين في الاسبوع، او بتروح الهايبر مره او اتنين في الشهر، او اغلب السيدات دلوقتي بتطلب دليفري اصلا، اوكي، والغساله بقت بتغسل وتعصر وتنشف، يعني اللي فاضل تكوي، والمكواجي بيجي ياخد الهدوم من على باب الشقه. فاغلب السيدات الاكتيفيتي فاكتور بتاعها 10، فاحنا هنضرب الوزن بالكيلو في 2.1 عشان نحوله بالاوقيه، وبعدين نضربه في 10 عشان نحوله لكالوريز، فنختصر ونضرب الوزن بتاعها بالكيلو في 21 على طول، هيطلع لك عدد الكالوريز، كميه الكالوريز اللي هي المفروض محتاجاها يوميا كمينتنس. يبقى بحسب الوزن بالكيلو بضربه في كام؟ في 21 كفاكتور ثابت، على اعتبار ان الاكتيفيتي فاكتور بتاعت الست ديت 10، وعلى اعتبار ان كل كيلو بيساوي 2.1 او 2.1 كفاكتور ثابت عشان احوله الى اوكي. طلع لي المينتنس كالوريز بتوعها، خلاص اعمل ايه؟ اطرح منه 500 واشوف هيطلع لي قد ايه، لو طلع اكتر من 1200 بكتير ممكن اشتغل على الليفل الثاني ان انا اطرح منه 900 عشان اخسسها 2 باوندز بير ويك، 900 جرام في الاسبوع، وفي نفس الوقت ما اقلش بالكالوريز اللي هتاخدها في اليوم عن 1200 كالوري. طيب هطرح الكالوريز ديت من ال 900 اللي انا هخسسهم لها واشوف هيتبقى عندي كام كالوري، والمفروض الكالوريز اللي تتبقى هديها لها في اليوم تكون اكتر من كام؟ من 1200 كالوري، ناخد بالنا جدا من الكلام ده. طيب طلع عندي مثلا الكالوريز اللي العينه دي هتاخدها حوالي 1500 كالوري في اليوم، هقسمهم على 10 عشان اعرف انا محتاج اديها كام جرام كربوهيدرات في اليوم، هيطلع لي مثلا 150 جرام كربوهيدرات، هقسمهم كالتالي: ال 150 جرام كربوهيدرات دول اولا يا ست الكل انت هتقسميهم على 3 وجبات، ومن النشويات المعقده بطيئه الهضم زي ايه؟ زي الاتي: العيش البلدي الاسمر اللي فيه رده، اللي هو بتاع المدعم ده بتاع الحكومه ابو شنب، اوكي، اللي بنشتريه من الفرن العامه، مش العيش السياحي الابيض الجميل القمر ده، تمام، ده رقم واحد. ممكن ناخد ال 150 جرام كربوهيدرات دي من العيش ده اللي احنا قلنا عليه، اللي هو معمول بالحبه الكامله اللي فيه الياف، او من الرز، اوكي، او من المكرونه، او من البطاطس، او من البطاطا، او من القلقاس، او من المحشي. طيب هقسمهم ازاي؟ رغيف العيش ده حوالي من 90 جرام على وزن الحكومه، بيبقى فيه حوالي من 10 ل 15 جرام فايبرز او الياف اللي هي رب، اوكي، يبقى انا هطرح منه من 90 جرام 15 جرام، يبقى انا هاخد كام جرام كربوهيدرات صافي؟ حوالي 75 جرام. ال 75 جرام دول فيهم من 10 ل 15 جرام كمان ميه، لان العيش ده طري مش جاف، يبقى انا بتكلم كده في ان الرغيف ده هيديني صافي من 50 ل 60 جرام كربوهيدرات، يبقى ده كده طلعناهم من الايه، الحسبه بتاعتنا. طبق الرز، كل معلقه رز كبيره فيها حوالي من 10 ل 15 جرام رز. طيب يبقى انا هسمح لها باربع او خمس معالق، هيبقى فيهم من 40 ل 45، من 40 اسف ل 60 جرام، اوكي، ده كده الايه، الوجبه الثانيه. طيب الوجبه الثالثه هختار لها، لو هختار لها مثلا البطاطس، اوكي، هحتاج قد ايه بطاطس؟ انا فاضل لي كده 50 او 60 جرام نشويات ممكن اخدهم من البطاطس في حجم ثمره البرقوق، وممكن علشان تشبعها تخلطها بقى بخضار، تقطع عليها طماطم، خيار، خضروات وهكذا. طبعا ما بتبقاش دي الوجبه، ده الجزء اللي فيه الكربوهيدرات يا جماعه من الوجبه. جنب الكربوهيدرات انا هديها كميه خضار كويسه، كميه بروتين كويسه، مش عيب ان انا اديها كمان دهون من 10 ل 20% من مجموع الوجبه. يبقى انا هقسم ال 150 جرام كربوهيدرات بتوعي على الثلاث وجبات واوزنهم كده، وبضيف مع الكربوهيدرات او نصيب الكربوهيدرات المعقده اللو جلايسيميك اندكس كربوهيدرات في كل وجبه، محتوى كويس قوي من البروتين، ومحتوى كويس قوي من الخضار، ومحتوى كويس قوي من الالياف،
وكمان ممكن ازود ايه؟ وممكن ازود شويه دهون. لو العيان التزم بده ومنع تماما الهاي جلايسيميك اندكس فودز، تاكد ان اولا الانسولين ريزيستنس عنده هتتصلح بسرعه، الانسولين ليفل هينزل بسرعه، وزنها هينزل بسهوله وسرعه، والجنرال كونديشن بتاعتها هتتحسن، وهتستفيد جدا 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 من نظامك الغذائي. تمام؟ ودي كانت التيك هوم مسج اللي احنا عايزين الناس توصل لها، علشان نعرف ايه اهميه النظام الغذائي واقدر اطبقه ازاي للعيانه بتاعتي في العياده باسلوب سهل، واقدر احسب لها ازاي احتياجاتها باسلوب سهل، واطبقه ازاي باسلوب سهل بعيدا عن التعقيد بتاع الارقام. كده يبقى احنا نهينا المحاضره بتاعتنا النهارده، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. اي حد عنده اي استفسار او عنده اي اسئله يقدر يقول لنا قبل ما ننهي الموضوع بتاعنا النهارده. في اي حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ السؤال يا دكتور، مثلا البيشنت لما تكون البي سي او تمام وكانت اوفر ويت وبعدها صار بريجنسي افتر ريدكشن ذا ويت وقعدت على الهيلثي دايت نفس الدايت اللي حضرتك عطيتها تمام، افتر جيت بريجنسي هنحط على الميتفورمين 500 ملي جرام تمام. تمام. في بعض الكونسلتنت عندنا طبعا انا من ليبيا مش من مصر، في بعض الكونسلتنت تقولوا لا ما تعطيش متفورمين تديله كذا بريجنانسي، انا نعطي اوكي. فيه لعند الشهر الثامن وهو سيف يديله كذا بريجنانسي ممكن يعني فهمت يا دكتور، في بعض البيشنت يصير لها في ابورشنز بسبب البي سي او طبعا اللي برافو عليك. مثلا دكتور تابع عند انذر دكتور تابع عند انذر دكتور مثلا وهي حالة بي سي او ما حطاش على المتفورمين قالها لا ما ينعطاش فهمتني وهي تمام. كيس بي سي او، فانا طيب. نعطي في البي سي او لعند الثامن ولقيت انه يعني فعلا الريسك و ذا ابورشن ديكريز يعني لان البي بالظبط. سي او من الكوز ابورشن طيب. تمام، لا لا فاحد كلام الكونسلت ولا كلامي انا اللي هو دي صح؟ حضرتك خلصتي؟ كملت يا خلصنا دكتور. السؤال؟ طيب. بصوا يا جماعة، احنا اتكلمنا على الدايت سوبي، ما اتكلمناش خالص على الود بتاع الميتفورمين. الميتفورمين مهم، مهم جدا 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 كفارماكولوجيكال ايجنت للتعامل مع الهايبر انسولين، وكمان الانوزيتول. الانوزيتول كمان يا جماعه من الحاجات الجديده والمهمه جدا في التعامل مع الهايبر انسولينيميا. طب يا دكتور كامل، انت ما جبتلناش سيرتهم ليه النهارده؟ لان محاضرتنا النهارده بيورلي بنتكلم على الدايت سوبي والرول بتاعه. طيب لو احنا بنعمل اوجمنتيشن وبنعمل ميكس بين الدايت ثيرابي والفارماكولوجيكال ثيرابي بالميتفورمين والانوزيتول، هتبقى النتائج افضل واسرع. لكن الدايت ثيرابي في حد ذاته مهم جدا، لازم نبقى فاهمينه، لان الفارماكولوجيكال مانجمنت بالميتفورمين والانوزيتول كمان لوحدهم من غير دايت ثيرابي ملوش اي لازمه ومش كفايه. فالكورنر ستون بتاعنا في العلاج هو الايه؟ الدايت ثيرابي، وممكن نزود معاه الادويه. النقطه اللي اثرتها الدكتوره مهمه جدا، حالات كتير قوي طيب بتتحسن وبتستجيب وبتحمل. اول ما بتحمل العينه تعتقد انها خفت، تبدا تاكل بمزاجها وتاكل زي ما هي عايزه، تبقى ايه النتيجه؟ ابوشن. ليه؟ لان الانسولين ريزيستنس لا تزال موجوده، الهايبر انسولينيميا رجعت تاني، والهايبر انسولينيميا مين كوز للان اكسبليند ابوشن. فلازم يا جماعه ناخد بالنا من العيانين اللي عندهم هايبر انسولينيميا وانسولين ريزيستنس، ناخد بالنا جدا 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 ان بعد الحمل لازم يكمل على الدايت سيوبي، ولو بياخد اجفن تريتمنت مكملين عليه زي الميتفورمين ما يوقفش، وزي الانوزيتول ما يوقفش على الاقل في اول 3 اشهر. طب بعد اول 3 اشهر لو العينه ديت ملتزمه ومتاكد انها ملتزمه بالدايت سيوبي وماشيه على الدايت كويس جدا ومش هتتلخبط، ممكن يبقى ينفع. طب لو العيانه ديت ممكن تلخبط في الدايت سوابي او مش ملتزمه 100%، نكمل على الادويه ومش مضره في الحمل زي الميتفورمين، امن تماما مع الحمل، والانوزيتول كمان امن تماما مع الحمل وبيحمي الجنين من الهايبر انسولينيميا. فالنقطه اللي اثرتها الدكتوره مهمه جدا وهائله جدا، ولازم ناخد بالنا منها، استمرار الدايت سوابي واستمرار العلاج طول مده الحمل عشان ما نخسرش اللي احنا عملناه، لأن الهايبر انسولينيميا لو رجعت هتخسرنا الحمل للأسف. في أي أسئلة تانية يا جماعة؟
في حد يا جماعة تاني عنده أسئلة؟ هو في حد بيحاول يسأل بس المايك بتاعه ميوتد، فيعمل ان ميوت. دكتورة إيمان تقريبا اعملي ان ميوت عشان نعرف نسمعك. لا تمام، أنا سألت يا دكتور، أنا اللي تو سألتك تو. طيب تمام يا فندم. في أي حد تاني شكرا عنده أسئلة يا دكتور. جماعة؟ طيب في أي حد في أي نقطة ما فهمهاش في المحاضرة النهاردة يحب نحب نعيدها قبل ما نقفل؟ طيب في حد استفاد معلومة جديدة أو فهم حاجة جديدة ما كانش استفادت واجد يا دكتور من قصة إنك كنت بتحسب الكارو ريكويرمنت اوف ذا بيشنت، وكيف إني نقسم لها المانجمنت الوجبات بتاعتها، لأن النوتريشن تمام. هذا مثلا عندنا النوتريشن نفس ما قلت حضرتك ينقصه في الفات ما نقصوش في الكربوهيدرات. يعني ودي مثلا أنا الكارثة. نلقى نفسي أنا هذه الكارثة صح، فأنا نلقى نقدر نقول لها نقص الكربوهيدرات، الأكل فيه كربوهيدرات نقصينه، قد نسمينه في الأكل فيه كربوهيدرات، لكن دكتور النيوتريشن لأنه مش غير يطب عندي، لأن مثلا في ليبيا فما يقولهاش نقص الكربوهيدرات، يركز له على الفات، فنضطر دي إني حقيقة. ريدكشن أوف ذا ويت أنا مش مع الدكتور النيوتريشن. احنا يا جماعه القصه مش قصه ويت ريدكشن على الميزان، ان الوزن يقل على الميزان زي ما قلنا. القصه هاو تو ريديوس ويت، ازاي اقلله وهقلل من انهي كونتنت. اوكي، حتى لو الست ديت didnt lose fat ووزنها ما قلش بالشكل الكافي لكن جسمها تخلص من الهايبر انسولينيميا بالدايت الصح، هتبقى زي الستات اللي كان الاعشى بيقول فيهم شعر زمان: رواء فوعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الواحد، تخينة وتقيلة ومبابة وبتمشي بصعوبة بس بتنجب بسهولة جدا، لأن الدهون في جسمها من مصادر غذائية صحية مش عاملة لها هايبر انسولينيميا. فاحنا الأوبيزيتي هي نتيجة للهايبر انسولينيميا. أوكي، والصح إن احنا نركز على علاج الهايبر انسولينيميا، مش إن الويت ينزل والسلام، ان احنا نقلل ونصلح السبب الفعلي اللي هو الهايبر انسولينيميا اللي هو عامل لنا المشكله. في اي اسئله تانية او حد عنده اي تعليق تاني نحب نسمعه قبل ما ننهي المحاضره؟ السلام عليكم. السلام عليكم، عليكم السلام. بس طريقة حساب مقاومة الإنسولين، نضرب الإنسولين بالفاستنج بلاد شوجر طلع لي الرقم بعدها 800. هاي ما هاي الجزئية ما فهمت. طيب نقول تاني، احنا ازاي بنعرف العيان عنده هايبر انسولينيميا ولا لا؟ بنعمل تحليل من جزئين، فاستنج انسولين وفاستنج بلاد جلوكوز من نفس العينه. اوكي، العيانه اللي هو الفاستنج انسولين النورمال بتاعه لحد كام؟ اب تو 25. والفاستنج جلوكوز النورمال بتاعه لحد كام؟ 110. صح يا دكتوره؟ تمام حضرتك معايا عشان نحسب سوا؟ تمام تمام. طيب لو احنا عملنا تحليل لحاله ولقينا الفاستنج جلوكوز بتاعها 90، نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال. نورمال. طيب وعملنا لها فاستنج انسولين، الفاستنج انسولين بتاعها طلع 16، نورمال ولا اب نورمال؟ تمام نورمال. نورمال. طيب نضرب بقى ال 90 في 16 هيبقى بكام؟ هيطلع ب 1340. تمام، اوكي 1340. تمام صح؟ تمام صح. طيب صح. نقسم ال 1340 دول على 402 هيطلع لنا كام؟ حوالي 3 وشويه، 3 وكسور صح؟ يبقى العينه ديت عندها هايبر انسولينيميا ولا لا؟ عندها هايبر انسولينيميا. فعلا اوكي، لو تمام. حاصل ضرب الفاستنج انسولين في الفاستنج جلوكوز اكتر من 804 يبقى العيانه ديت عندها هايبر انسولينيميا، حتى لو الفاستنج جلوكوز في النورمال ليفلز والفاستنج انسولين في النورمال ليفلز، لكن الايكويشن ما بينهم اب نورمال صح؟ زي النموذج اللي احنا قلناه ده، يبقى العيانه ديت عندها فاستنج، عندها هايبر انسولينيميا ولا لا؟
هايبر انسولينيا. عندها يبقى عرفنا بنحسبها ازاي؟ تمام، واضحة، شكرا جزيلا. اوكي. ها ايه تاني يا جماعه؟ ويا جماعه تشخيص الهايبر انسولينيميا من الحاجات المهمه جدا في المحاضره دي. احنا من واحنا في اولى طب في الكليه بنقرا وبنسمع عن الهايبر انسولينيميا، هايبر انسولينيميا، ومصطلح بيتكرر مرارا، لكن عمرنا ما سمعنا بيتشخص ازاي، ولا نعرف ازاي مين العيانه اللي عندها هايبر انسولينيميا ولا لا، وايه الكريتيريا بتاعتها، وايه الكات اوف نمبرز اللي بنقدر نحدد عليه اذا كانت هذه الحاله تعاني من هايبر انسولينيميا ولا لا. صح؟ صحيح فعلا. اتمنى النهارده نكون اتعلمناها وعرفناها.